متابعي سفيان ستوريز، مرحبا بكم في هذه القصه الجديده وبهذا الفيس كام ديال الله يحسن العوان. الفيس كام لمناسبه ديال 15000 مشترك في القناه. كنشكركم بزاف الخوت على الثقه ديالكم، وكنشكركم على لي ميساج الكثيره اللي كتوصلني. لي صراحه وليت كنلقى صعوبه انني نجاوب كل شيء، كنبغيكم بزاف والحمد لله. التمر ديالي ما كتمشيش هكاك، يعني كاين الناس كيبغيونا والناس كيحبونا من كاع المدن في المغرب وفي العالم، الجاليه المغربيه اللي في العالم كامل. كنموت عليكم الخوت، وديما سفيان ستوريز، وانا ديما معكم وديما اخوكم وديما غنكون الانيس ديالكم فيما كنتو. كنموت عليكم وديما سفيان ستوريز. تشاو. ملي كتزاد وكتكبر يوم بعد يوم، وانت تحت الحماية ديال والديك وتحت الرعاية ديالهم، تتكون فرحان. ولكن ملي كتبدا تكبر شوية وكتفهم والشخصية ديالك كتبدا تقوى، كتبدا تحاول تستقل شوية، ولكن هنا كتصدم. والديك كيمنعوا عليك بزاف ديال الحوايج، ومن اولهم الزنقة، خوفا عليك زعما. وهنا كيحاولوا يوفروا لك بزاف ديال الحوايج، ومن اولهم الألعاب ووسائل الترفيه، باش تنسى نهائيا فكرة الزنق. والديا كان كيصحاب اليوم كيحميوني، ولكن لا، أنا كنت كنسرح بدماغي بزاف. داك الحرمان كله خرجته في الألعاب، وأي لعبة كنت كنعيش وسطها وكنسرح بخيالي، وكنت خير راسي أنا هو داك البطل، وكندور ديك اللعبة ومشي لهنا ومشي لهنا، وكنحاول نغطي على داك الحرمان ديال العالم الخارجي اللي حرموني منه العائلة ديالي. خويا الصغير كان كيموت على واحد اللعبة سميتها فري فاير، وديما كيحاول معايا باش ندخلها، وانا كنقول ليه لا، ما عنديش مع النوع ديال الالعاب. حتى واحد النهار كنسمع خويا مستمتع مزيان وكيلعب وكيضحك، وشدني الفضول نكتشف هاد اللعبة هادي. انستاليتها، ما فهمت فيها والو في الاول، ولكن من بعد وليت كنقصر فيها بزاف. ونقدر نقول لكم باللي المدة الزمنية اللي كنت كنقضيها في الالعاب تزادت تقريبا الاضعاف، خصوصا مع إمكانية أنك تدوم مع الدراري وتكتشف ناس غراب. كانت هذه فرصة زوينة، وحسيت أنني شوية وليت كنخرج من داك القوقعة اللي خلونا فيها العائلة ديالي، اللي كنت دائما كنعتبره سجن. أجمل لحظة عندي كانت هي وقت المدرسة، اللحظة اللي غادي نخرج فيها من داك الحبس وغادي نمشي للمدرسة. كنتلاقى مع صحابي وكنلعبو وكنضحكو وكنحاولو نبروفيتيو الماكسيموم. دراري عشراني أغلبيتهم كانوا كيلعبو بابجي. داكشي علاش فكرت انا انستالي باش نولي نقصر معاهم. وبكل صراحه اللي خلاني ناخذ هذا القرار هو واحد البنت كانت كتعجبني في القسم، حتى هي كتلعب بابجي. خويا الصغير حيت كان كيموت على شي حاجه سميتها فري فاير، ملي عرفني انستاليت بابجي اعتبرني خائن، ما بقاش كيحملني. واخا خويا تا هو كان كيلعب، ولكن انا كنت كنلعب كثار منه. تقريبا ما كنتش كنطلع كاع التليفون، كلشي كان نورمال حتى بدات العطله. نقدر نقول لكم واحد النهار لعبت 12 ساعة بدون ما نتحرك، كناكل في بلاصتي وكنلعب، غادي للطواليت كنلعب، غادي للكوزينة كنلعب، كندوي مع والديا كنلعب. ويا ويلو شي واحد يتدخل فيا ويقول لي حبس اللعب براكة والو. وإلا كنت لاعب ودويتي معايا غادي ندوي معاك غير باللاوعي، أما الوعي ديالي كله في اللعبة. وليت كنعرف الخريطة ديال بابجي أكثر من الحي اللي ساكن فيه أنايا، وأكثر من المدينة اللي ساكن فيها كاع. الكوال المفضل عندي في بابجي كان هو جيورج بول، ديما كتلقاني تمايا طايح اكثر من نايت. ومره كنهبط البوتشينكي، وملي كنبغي نتبحر كنمشي لنوفور بنوي ولا ميلتا باور. سرحت في اللعبه بخيالي حتى وليت جزء منها، وليت كننتمي لديك المنطقه. الدراري اللي كانوا كيقصروا معايا كانوا مجانين، حتى شي واحد ما قد عليا. كنبقى نلعب ديما كيدخلوا كيلقاوني اونلاين، كان كلشي عادي. حتى واحد النهار دخل عليا الوالد ولقاني حال عيني في التليفون وانا مغيب، كيدوي معايا والو ما كنسمعوش. نضت الروينه في الدار والغوات، وكلشي كيسحب ليهم باللي مت. الغريب في الامر هو انا مكنزز شاد التليفون بيدي والو ما كنتحركش. من بعد ربع ساعه هما كيحاولوا معايا، عاد وانا نحل عيني وانا نشوف فيهم بحال كنت مرفوع وعايش واحد العالم اخر، وخرجوني منه. الوالد حيح على الوالده وقال لها صافي اخر مره باقا تعطي التليفون، ما نالت شي كاع. حيدوا لي التليفون وكان كيسحب لي هو السبب، ولكن انا لا،
كنت كنحاول نخرج من ديك القوقعة اللي حبسوني فيها، ديك الغرفة اللي خلوني فيها وخايفين عليا من الزنقة. حاولت نسرح بخيالي بزاف حتى جبتها في راسي. كل شيء كان نورمال، حتى الواحد النهار عاود تاني غادي يدخلوا وغادي يلقاوني في نفس الحالة، جالس ومقابل التلفازة وما كنتحرك وما كندوي. وعاود تاني انا عايش مع داكشي اللي كنشوفو في التلفازة، بحالة كاين معاهم الداخل. ملي كيجيو عندي وكيقولوا لي ايوب فيق، ايوب مالك، ايوب، من بعد ربع ساعة عاد كنسمعهم، عاد كنقول لهم مالكم، مالكم مشوقين عليا، اش كاين؟ هنا الوالدين ديالي كان لابد انهم يتحركوا بيا ويدوني الاخصائي. من بعد قال لهم بلي ولدكم عنده اضطراب عصبي، وهذا الاضطراب كيعرض المصابين به لعدة مشاكل نفسية. من بعد ما رجعنا للدار بقيت كندوي مع والدي وكنقول لهم صافي عافاكم، عطوني التليفون اخر مرة، ما بقاش نلعب بزاف، مرة ما بغوش يفهموني بلي انا كنسرح بدماغي، يعني كنسرح بالمخيلة ديالي، وهادشي اللي كيخليني نغبار نغيب. من بعد محاولات كثيرة اخيرا رجعوا لي التليفون، وعاوتاني رجعت كنلعب، ولكن بقاو مراقبيني. وانا باش ما نعاودش نتحرم من هاد المتعة هادي بقيت كندير لهم خاطرهم، وبقيت ديما كندير حصص عند داك الطبيب الاخصائي. حتى واحد النهار قال لهم الولد خاصو يسافر، يخرج من داك لونتوراج ديالو ويحاول يفرغ داكشي اللي عنده كامل داخل، واهم حاجه ملي تسافروا خليه يتصرف بالحريه ديالو، يدير اللي بغى. مازال ما بغاو يفهموا باللي انا فيا شي حاجه ماشي نورمال، نقدر نشوف تصويره ونقدر نسرح فيها لداخل ونسها واحد ربع ساعه. الطبيب براسو ما فهمنيش، ولكن كنحاول نجيريهم هادشي كامل باش ما يحرمونيش من الالعاب ديالي، خصوصا اللعبة ديال بابجي اللي كتلاقيني بصحاب ديالي، وخصوصا ديك الدرية. والدي داروا بالنصائح ديال الطبيب، واليوم غادي نمشيو للبلاد ديالنا، وفي هاد اللحظة حنا شادين الطريق، غادي نمشيو للبلاد ديال جدي اللي مات دابا تقريبا شي 5 سنين، وغادي نبقاو تما تقريبا 5 ايام. والدي ما كانوش عارفين باللي هما غاديين بيا دابا للمعاناة، وباللي من بعد غيتمناو لو خلوني غا في الدار. من بعد ساعتين تقريبا وصلنا للدوار فين كانت الدار ديال جدي الله يرحمه. تمينا داخلين مع الدار لقينا كلها مغبرة وكتبان مهجورة. أول حاجة بدينا بها هي النيطواياج، بدينا كننقيو في الدنيا تمايا وكتبان مغبرة. لقينا الروز ديال القرودة والحيوانات مكوفرين، الحرباء، النسورة، كاع الحيوانات تقريبا. سولت الوالد شنو الطبيعة ديال العمل اللي كان كيدير جدي، قال لي كان كيبيع العشوب، وعرفتو كدب عليا حيت انا غسرحت بعيني في داكشي، عرفت بلي جدي كان مشعويد. ديك الدار كانت في شكال، فيها الطقوس في شكال، دايره بحال شي كهف تقريبا. خويا الصغير غير مخلوع، قلت الله الله فينا فري فاير، تقتل عباد الله في اللعبه وانت كتخاف من حرباء مكوفره. شديت فيه مزيان، خونا كيتعصب، وملي كان بغي نخدمو اكثر هي ملي كنقول ليه بابجي احسن من فري فاير. ناري ناري اش كيدير ليا، كيبقى يتركل في الارض، لا اللعبه واعره عليكم، فين توصلونا؟ خويا الصغير كنموت عليه. مهم، من بعد ما نطوينا الدنيا تما مزيان وقادين الامور، دخلنا الصالون قادين تاوا، شطبناه نقيناه وتكينا ارتاحينا شويه من بعد السفر. واخيرا من بعد سنوات غادي نخرج انا وخواتي الصغير، ما يقولوش ليا دارنا فين غادي. عندك لا الزنقه لا، خرجت مع الباب ضربات في يديك الشمس، حسيت بالحريه. بقينا غير كندورو تما في لونتوراج ديال الدار، ولا الدوار تما كلشي كيحنزص فينا، كصحاب لي مغاجينا من الانجليز وحنا جايين غير من الحي الحسني. في اللور ديال الدار كاين واحد البيت مهجور ومسدود مزيان وباين عمرو تحل، وانا وخويا ما فينا الفضول حاولنا نحلوه، ولكن والو ما بغاش يتحل، الباب مسدود مزيان. داك البيت كان فيه واحد الشرجم صغير، حطينا تقريبا 3 ديال الصنادق وحاولت نطل من فوق. طلعت يلا حطيت راسي وانا نشم واحد الريحه خانزه، ومع الظلمه ما قدرتش نشوف مزيان. واحد اللحظه بقيت كنشوف تما مزيان وانا نسراح بدماغي، وبديت كنتخيل جدي باللي داير هاد البيت هذا مكان سري ديالو، وكيحط فيه كاع داكشي اللي مهم. وحنا باقيين صغار جانا الفضول نعرفو شنو كاين في داك البيت. الليله كلها وانا كنفكر غير شنو كاين في داك البيت، بقيت كنستنى غير الفرصه المناسبه اللي نحل فيها داك البيت. الوالدية ما كيتحركوش من هنايا، ولكن اليوم سمعتهم كيدويو باللي غادي يمشيو للسوق الحد اللي غيكون غدا. انا فرحت بزاف وقلت هادي هي الفرصه. دوزنا هاد العشيه كلها مع ولاد الدوار، قالوا لينا باللي ديك الدار مسكونه وفيها الجنون،
خويا غسمع هادشي مشى كيجري مخلوع، وانا كاع ما كنت كنخاف منهم كاع. علاش غادي نخاف منهم وما اصلا تخلقوا بحالنا بحالهم؟ حتى هما كيعيشوا حياتهم. بقيت كنسمع بزاف ديال المعلومات، من بينها باللي جدي كان سحار وكان مشاوي وكان كيدير جميع الطلاسم وجميع المسائل. ووالدينا ديما كيوصيونا ما نقربوش من ديك الدار نهائيا. مهم، رجعت للدار، مع دخلت المعرقل خوادري مخشي في الوالده وناعس خايف مسكين. مشيت تكيت في بلاصتي وبقيت كنفكر كيفاش ندير لذاك الباب حتى نحلو. ضروري خاصني نعرف شنو كاين الداخل. دوزت الليل كامل وانا كنقصر في بابجي، تقريبا حتى شي 6 ديال الصباح عاد نعست. تقريبا مع ديك 8 ديال الصباح ناضوا عندي والدي وقالوا لي يلا نوض معنا نمشيو للسوق. قلت لهم لا لا سيروا، عيان كنحس براسي عيان. من بعد مده هما كيحاولوا معايا، قلت لهم والو ما غنمشيش معاكم، غا خليوني هنايا سينو ما كنتوش كتيقوا فيا. سدوا لي الباب، بقاو كيشوفوا فيا، ومن بعد مشاو خلاوني. خليتهم حتى بعدو، عطيتهم تقريبا شي ساعه. من بعد نطت لذاك البيت، فكرت اول حاجه في الساروت ديالو. الناس ديال العربيه ديما كيحطوا الساروت تحت المحاضق ولا المهم كيخليوه غير في الدار وما كيهزوش معاهم. بقيت كنقلب والو ما لقيتوش. من بعد جات عيني على واحد الفاس، هزيتو مشيت نيشان داك القفل ديال الباب. بقيت كنضرب من بعد تقريبا ربع ساعه هو يتحل القفل. ما حليت الباب ما طلعت معايا واحد الريحه خانزه بزاف، واخا يكون جدي قاتل الشيخ ديال الدوار وحطو هنايا، واحد الريحه خانزه الخوت لدرجه كنت غادي نتبوع. بقيت تقريبا ربع ساعه وكنتسنى الريحه تخرج. عاد تمي الداخل، شعلت البيل بالتليفون وبقيت كنقلب وكنبقشش الدنيا كامله. لقيت الوراق والكتوبه وبين داري بحال المخططات، ولقيت واحد الصندوق مسدود مزيان. والو مسدود، وانتو ما عارفين اي حاجه مسدوده خاصني نعرف شنو الداخل ديالها.